بسم الله الرحمن الرحيم. تشكر الموقع الدريو سيتي الاستضافية ما فيما يخص المقابلة، فكانت مقابلة حماسية جدا. يعني مشنا وزر الجميع انه يعني ماركر الاصابه الاولى يعني ضد الشوط الثاني، رغم النقص العددي يتجنن مباشره ضد الدور ضد الشوط الاول. يعني طردان غير اللاعب ديال المؤثر ديال الفريق ايوب مقاسي، يعني بعد الطرد يعني نلتجئ انه طاس بعثرة الاوراق كما وكيفا استطاع ان يحرم سجل اراده قويه، غير حرام يعني استطاع ان الدور ديال المقابله تسجل الهدف. يعني رغم ضعف التحكيم مش نوزري مره انه الحكم ضعيف الى درجه انه التعادل يصدق الوقت، يعني 8 مينوت من الوقت اضافي، يعني شو فهم غي يعني وزما غاد حكم خلار بيت يعني ساعه خلار بيت ما مشتو غا ما وينات. فريق الاتحاد الرياضي الدريوش فريق مستهدف، دنيا الطاسني وذن استهدفن فريق الدريوش باش يسمحن، دنيا الطاسني وذن يتختشن دي فريق اتحاد الدريوش يعني باش تضيع الفريق، تيشن تمنيات باش غادي يخسر فريق الدريوش. يعني فريق اتحاد الدريوش مشنا يزرى الجميع يدور فريق ذي المستوى، زي المنبر انهم اعلن استقالتي من تدريب فريق اتحاد الدريوش، واعلن استقالتي من تدريب فريق اتحاد الدريوش. اسباب الاستقاله مشنا ودي سميت اسباب الاستقاله، اسباب يعني معروفه غزاغ يعني من جد متاثر، لانه الطاسن تخرويض ايجان دي كيبو الطاس يعني نيوداني يعني يتختش السفيران يعني من دش غيني غلي الله محمد رسول الله. لذا زي المنبرانوم اكرر مره اخرى انه ابتداء في التاريخ من اليوم اعلن استقالتي من تدريب فريق اتحاد الدريوش، وشكرا.